أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة مستجدات الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن منذ عودة الرئيس هادي إليها. وجه وزير الداخلية أحمد الميسري إدارة أمن عدن بمنع انتشار الدراجات النارية للحد من عمليات الاغتيال في المدينة. وقال الميسري إن الوزارة تسعى للحد من ارتكاب الجرائم في العاصمة المؤقتة وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، مؤكدا العمل على سن ضوابط وقوانين تمنع حمل السلاح في مختلف المدن المحررة. وتعهد الميسري بدمج الوحدات الأمنية وتوحيدها تحت مظلة وزارة الداخلية وغرفة العمليات المشتركة. هذا وكان مسؤول في جهاز الاستخبارات قد اغتيل برصاص مسلح مجهول في عدن. وذكرت مصادر محلية أن مسلحا أطلق النار على العقيد ناصر مكيرح أمام منزله في حي أكتوبر بخور مكسر، ما أدى إلى مقتله على الفور. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: إلى متى ستظل عدن مسرحا لمسلسل الاغتيالات؟ وما الذي فعلته الحكومة لوقف موجة الاغتيالات؟ وهل هو كاف؟ قبل النقاش نشاهد التقرير. القتل السياسي يحصد المزيد من الأرواح في العاصمة المؤقتة عدن. لم يمض يوم واحد على الحديث الصريح وغير المسبوق من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي عن تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة عدن، حتى طالت يد الاغتيال ضابطا بارزا في الاستخبارات يوصف بأنه موال للسلطة الشرعية. فعند الساعة الأولى من مساء الأحد تعقب أحد المسلحين العميد ناصر مقيرح بعد خروجه من صلاة المغرب وأطلق عليه رصاصة من مسدس كاتم للصوت بالقرب من منزله في خور مكسر، ولم تفلح محاولات إسعاف الضابط القتيل لأنه فارق الحياة على الفور. تمكن القتلة هذه المرة من العميد مقيرح المسؤول عن الاستخبارات في مطار عدن، والذي يعمل أيضا عاقلا لحارتي السيفيو وأكتوبر بخور مكسر، فقد سبق وأن تعرض عام 2014 لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة وضعت في سيارته وأدى انفجارها إلى مقتل نجله الأكبر. الاغتيال بالمسدسات الكاتمة للصوت تؤكد بنظر المراقبين الصبغة السياسية لعمليات القتل التي طالت العشرات من القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين وحصدت أرواح 36 إماما وخطيب جامع في مدينة عدن. صرخ الرئيس هذه المرة في وجه الفوضى الأمنية والاغتيالات دون إلقاء القبض على الجنى، وعز هذه الفوضى إلى الأخطاء الكثيرة التي رافقت عملية الانتشار الأمني وإلى عدم التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية. إنها العقدة التي لم تتمكن السلطة الشرعية من إيجاد حل لها حتى اليوم، والسبب لم يعد خافيا على أحد، فالمتحكمون بالأمن بالعاصمة المؤقتة لا يخضعون أصلا لسلطة الرئيس وحكومته في وقت لا يخفي فيه التحالف المتواجد في عدن انحيازه للتشكيلات المسلحة من أحزمة ونخب التي عمل طيلة الفترة الماضية على تشكيلها لتكون بمثابة قوات تقاتل بالوكالة وفقا لتقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن. تغرق عدن ومعها المحافظات التي اندحرت منها ميليشيا الحوثي في المزيد من الفوضى والاضطراب على نحو يفشل وبشكل متعمد نموذج النجاح الذي تحدث عنه الرئيس هادي ولم يتحقق حتى الآن في المحافظات المحررة. إذن نبدأ النقاش مع ضيفنا من عدن العميد عبد القوي باعش مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا، مرحبا. سيادة العميد، بداية لو تضعنا أمام صورة ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، لماذا كل هذه الاغتيالات ومن المستفيد منها برأيك؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. بالنسبة للعاصمة عدن هي مثل المحافظات الأخرى، هناك استهداف ممنهج لعرقلة جهود السلطة والأجهزة الأمنية في القيام بمهامها بشكل واضح ممنهج منظم، وبالتالي نحن إن شاء الله بتعاون الجميع سنتغلب على هذا المسائل تدريجيا نتيجة الوضع الذي أحدثته سواء كان النظام السابق أو ما تبعها من انقلابات وفوضى في اليمن بشكل عام.
طيب نشرك ايضا معنا بالنقاش الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ عبد الرقيب الهدياني. اهلا بك استاذ عبد الرقيب. اذا سياده العميد عبد القوي باعش يقول انهم امام حاله استهداف ممنهج وعرقله لاداء الاجهزه الامنيه في العاصمه المؤقته عدن، لكنهم بالتدريج سيستطيعون تجاوز هذه الاشكاليه. قراءتك لما يحدث في عدن وبرايك الى متى ستستمر حاله الاغتيال، وهل الحكومه قادره على فعل شيء؟ التحية لك ولضيفك ولمشاهدي القناة. كنا نريد أن نسمع من المسؤول أمني، مسؤول يمثل وزارة الداخلية، عن سحوة الاتفاقات التي أبرمت بين وزير الداخلية الميسري إثناء زيارته لأبو ظبي، والتي ختمت بزيارة الرئيس عبد الرزاق منصور هادي. هناك اتفاقات عقدت بين الجانبين، محورها هو توحيد الأجهزة الأمنية في عدن، هو منع هذا التضارب وهذا التفكك والتعدد في القرار وفي الأجهزة الأمنية في عدن. وجاء الرئيس عبد الرب منصور هادي وبشرنا وزير الداخلية الميسري بذلك، لكن بعد توقيف معركة الحديدة عادت حليمة لعادتها القديمة، الإمارات إلى أسلوبها السابق، أو أوعزت إلى أوراقها إلى اللجنة الانتقالي، ظهر علينا عيدروس الزبيدي وهو يهدد، ثم توالت التصريحات والتصعيد من قبل خالد رحاح، ثم هاني بن بريث، ثم أحمد بن بريث، وهكذا، وأحمد القائد في الحزام الأمني أبو اليمامة. بالتالي هناك اتفاقات اليوم الامارات اوعزت الى ادواتها لعرقلتها، وتمنع توحيد الاجهزه الامنيه تحت رايه وزاره الداخليه، وتضغط بهذه الاوراق، بهذه العمليات، بهذا النزيف الذي تعيشه عدن. نحن اليوم امام مشهد جديد بدا بالامس. بالامس كانت الاغتيالات قطع الحلفاء هذه من الثلاثيين الاصلاحيين، بالامس تم استهداف رجالات هذه مباشره، وهو رئيس الاستخبارات العسكريه في مطار عدن الدولي. بالتالي هذا كان رد على خطاب الرئيس عبد الرب علي امام رجالات وزاره الدفاع والداخليه وقياده التحالف بهذا الاستهداف المباشر لرجالاته. ولكن نقول ان ما يجري في عدن هو مسلسل ممنهج من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن قبل أدواتها، هي تحاول أن تتملص عن تلك الاتفاقات التي تمت مع الرئيس عبد الرب منصور هادي ومع وزير الداخلية. هي اليوم توعز عبر أدواتها وتحاول أن تتوارى عن المشهد، وتحاول أن توهم المملكة العربية السعودية أن هذه الأطراف وهذه الأوراق وهذه الأدوات الموجودة على الأرض يعني ان لم تستوعبها الامارات فستخرج الامور عن السيطره. على الرئيس عبد الرب منصور هادي اذا اراد ان ينهي هذا الاضطراب وهذا الوضع الدموي وهذا النزيف الكبير في عاصمه البلاد، والذي اليوم يتم بوجوده في عدن، وهو يعني اهانه مباشره لرئيس الجمهوريه ولشرعيه برمتها وللحكومه، عليه اولا ان يقوي اجهزه القوات العسكريه والاجهزه الامنيه المواليه له، وان يضغط في سبيل توحيد القرار الامني ومنع هذا الاضطراب ومنع هذا التفكك الذي يضرب عدن ويضرب ويشوه المناطق المحرره. طيب اعود للعميد عبد القوي باعش مدير اداره التوجيه المعنوي. سياده العميد، ربما اللقاءات التي تمت في ابو ظبي وفي الرياض لوزير الداخليه احمد الميسري مع مسؤولين في التحالف العربي، كان هناك استبشار بهذه اللقاءات ربما انها تثمر في اطار تنسيق الجهود الامنيه وضبط المؤسسه الامنيه وتوحيدها تحت رايه واحده، ربما اشار الى هذه النقطه الاستاذ عبد الرقيب الهدياني قبل قليل. هل ما تشهده عدن الان والمناطق المحرره من حاله انفلات امني يمكن وصفه بانه دليل فشل هذه اللقاءات، وانها فقط كانت عباره عن كلام ولم تطبق على ارض الواقع؟ اخي اشكرك على هذا السؤال المهم، ويعني
أحب أن أوضح لأخي عبد الرغيب هو صديق عزيز، يعني مسألة يعني الشخصنة يعني بالنسبة سواء كان يعني للأشقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو غيرها، ما يجب أن تكون هكذا، لأنه يعني لا يوجد لديه دليل أو لغيره يعني دليل في هذا الجانب. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن يعني للأسف الشديد السلطة تتعرض لمعامرة يعني للأسف الشديد، حتى من هم في صفاء، يعني حتى من هم من متعاونين معها، أو حتى يعني قوى تعتقد نفسها أنها جزء لا يتجزأ من الشرعية. وبالتالي ما يحصل يعني في عدن، ويحصل يعني في بعض الأوقات في تعز أو في لحج أو في أبين أو في مناطق أو في حضرموت في مناطق المحررة، هو استهداف ممنهج لعرقلة جهود الشرعية، سواء كان يعني من الأطراف التي تدعي أنها شرعية وجزء من الشرعية، أو من الأطراف التي تدعي أنها تدعم الشرعية في 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 نفس الاتجاه. بالنسبة لزيارة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كانت مثمرة وناجحة، وهناك يعني اتفاقات وقعت بين الطرفين على أساس أنه يعني يتم توحيد الأجهزة الأمنية في أطار يعني جهاز وزارة الداخلية، وتوحيد الفصائل العسكرية الأخرى في أطار يعني المنطقة الرابعة يعني بالنسبة للجيش، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة. وبالتالي نحن في ظل هذا الأمور يعني نسعى جاهدين لبلورة ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى يعني أمور واضحة على الأرض. صحيح نحن لا نملك عصا سحرية من أجل ضبط الأمور في يوم وليلة، ولكن هناك مساعي حثيثة من كل الوطنيين الشرفاء يعني والمحبين للأمن والاستقرار يعني ونجاح يعني السلطة في إيجاد يعني فرص إعادة الأعمار وإعادة الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطن. ولكن يعني ينبغي أن يكون الجميع متعاون. الموضوع هو مش موضوع يعني رئيس جمهورية أو وزير داخلية أو مدير أمن. الموضوع هو موضوع يعني يخص المجتمع بشكل عام، وكل القوى السياسية التي تنتمي للشرعية عليها أن تكون صف واحد في مساعدتنا جميعا حتى نستطيع أن نتغلب على هذا الأمر. طيب سيادة العميد، ونحن نبحث عن المستفيد. اسمع لي، لماذا ما تحصل اغتيالات في صنعاء؟ لماذا ما تحصل اغتيالات في أماكن أخرى؟ يعني هل يعني الميليشيات الانقلابية عندها إمكانيات بهذا الحجم أنها تتأمن هذا الأمور؟ لا، هناك استهداف ممنهج لعرقلة عمل السلطة يعني وإدارة المناطق المحررة، يعني لا يعني الأسباب كثيرة. طيب الآن هناك اتفاق ربما وإجماع على أن هناك استهداف ممنهج للحالة الأمنية في داخل عدن، ونحن نبحث عن الجهة المستفيدة مما يحدث الآن. هل يمكن النظر لطبيعة العمليات المنفذة للاستهداف جهات وأشخاص معينين وربما محسوبين على أطراف بحد ذاتها؟ إلى ماذا تشير كل هذه ربما الحيثيات في الحالة الأمنية في عدن؟ أخي العزيز، احنا نسميه هذا الإرهاب المحتوى، يعني هو في أطار المحتوى يعني إرهاب ممنهج، يعني سارة بيستهدف أمة المساجد، وسارة أخرى ضباط في الأمن السياسي، وسارة أخرى ضباط في المخابرات، وسارة أخرى يعني قيادة في المقاومة، قيادات في المقاومة، وسارة أخرى يعني أشخاص محسوبين على تنظيمات سياسية معينة. هذه خلط أوراق كلها تخدم للأسف الشديد الميليشيات الانقلابية، لا تخدم الأحزاب السياسية التي تعتقد أنها تلعب يعني بهذه الورقة، ولا تخدم الأطراف حتى الإقليمية التي تعتقد أنها ممكن تلعب بهذه الورقة. نحن فعلا نقولها من خلال هذا المنبر، يعني عدم توحيد الأجهزة الأمنية في أطار وزارة الداخلية، وعدم توحيد التشكيلات العسكرية في أطار وزارة يعني المنطقة الرابعة، هذه الفوضى العارمة ستستمر في كل مناطق المحررة.
طيب يظل هذا السؤال قائم دائما، لماذا لا تتوحد الأجهزة الأمنية تحت راية واحدة وأيضا في إطار ربما مؤسسة أمنية وعسكرية واحدة، أيضا ربما انتشرت المنطقة العسكرية الرابعة بحكم أن العاصمة المؤقتة تأتي ضمنها؟ يظل التساؤل، لماذا لا يتم توحيد الأجهزة الأمنية؟ الأجهزة الأمنية فعلا سؤال مهم، لماذا لم يتم توحيد الأجهزة الأمنية؟ الأجهزة الأمنية الآن عندنا خطة، نحن اتفقنا مع الأخوة في يعني الشقة في التحالف على خطة عمل هي جارية الآن على قدم وساق. ستتوحد الأجهزة الأمنية، ستتوحد الأجهزة الأمنية شاء من شاء وأبى من أبى، لن تبقى الأجهزة الأمنية بهذا الطريقة، لن تبقى الأجهزة الأمنية بهذا العشوائية، لن تبقى الأجهزة الأمنية بهذا السبقة المناطقية، لن تبقى الأجهزة الأمنية بالسبقة الحزبية، كلام غير مقبول ولن نقبله. طيب أعود للأستاذ عبد الرقيب الهدياني الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الرقيب الهدياني، إذن خطة لتوحيد الأجهزة الأمنية كما أشارت سيادة العميد أنها موجودة ربما ويتم تنفيذها قريبا باتفاق مع التحالف، هل تعتقد أن الظروف مهيئة لأن نشهد هذه الخطوة ويتم توحيد المنظومة الأمنية، وما المطلوب من تنازلات وربما كيف سيكون شكل الصفقة حتى يتم توحيد هذه الأجهزة الأمنية إذا كان هناك من مدى زمني قريب يمكن أن نشهد فيه توحيد المنظومة الأمنية؟ طبعا يعني موضوع توحيد الأجهزة الأمنية هو موضوع ملح والكل يتفق حوله، ويعني هدف لا يمكن المساومة عليه، عدم تجهيز الأجهزة، عدم توحيد الأجهزة الأمنية، عدم قيام وزارة الداخلية باحتكار العنف ومنع هذا التعدد وهذا التفكك الذي هو يعني الفوضى ويعني هذا الابتسام ويعني هذه الدماء النازفة. يجب على وزارة الداخلية، يجب على الحكومة الشرعية، يجب على المسؤولين هنا، وأخاطب الأخ عبد القوي داعش، عليهم أن يقتربوا أن هناك مشكلة ومشكلة كبيرة، يجب علينا أن لا نهون من الواقع، هناك نزيف دم، هناك 25 خطيب وإمام مسجد يعني ماتوا في هذه المدينة، لم تعشها في أي وقت من تاريخها، هناك نزيف يومي على مدار الساعة، وبالتالي يجب على الحكومة الشرعية أن تتحرك قبل أن تغرق في الفوضى. توحيد الأجهزة الأمنية يجب أن يتم، ويجب على الحكومة، يجب على وزارة الداخلية أن تحدثنا، أن تخاطب الشعب، من الذي يعيق توحيد الأجهزة الأمنية؟ من الذي يمنع من أن يكون القرار في إطار الحكومة الشرعية، في إطار وزارة الداخلية؟ ما هي الأطراف المستفيدة من ذلك؟ توزيع التهم هنا وهناك وداخل الشرعية، أعتقد أنه موضوع غير منطقي وهو هروب من مصارحة الرأي العام في الواقع. يجب على الرئيس عبد الرب المصري، يجب على الحكومة أن تضغط بكل أوراقها لتوحيد الأجهزة الأمنية، لديها الكثير من الأوراق، أشار العميد عبد القوي باعش أنه ربما قريبا يتم توحيد الأجهزة الأمنية، وهنا السؤال أيضا عن الإمكانيات المتوفرة والوضع الحالي للحكومة الشرعية، ماذا بيده فعل أكثر من ذلك؟ يعني يا أخي تستطيع الرئاسة، تستطيع الحكومة أن تضغط متى ما توفرت الإرادة القوية من قبل الرئاسة ومن قبل الحكومة، لديها الكثير من الأوراق، أنت في يديك الشرعية، والشرعية هي أقوى سلاح وأقوى يعني ورقة في يديك، وبالتالي تستطيع أن تحرج هذه الأطراف سواء الداعمة الأمنية أو التي تلعب على أرض الواقع. لماذا لا تسميها؟ لماذا لا تواجهها حتى بخطاب سياسي؟ تضغط اليوم الإمارات تروج لأدواتها وتلعب في عدن 3 سنوات ونحن نتفرج على عدن وهي تغرق، نتفرج على المحافظات المحررة وهي تغرق وسط الفوضى والقتل. اليوم يكاد ما يجري في المحافظات المحررة أن يقتل حتى التحرير والطمور في نفوسنا نحن أنصار الشرعية. وقوف الرئيس هكذا صامتا، وقوف الداخلية هكذا صامتة، يقتل حتى فينا روح التحدي وروح العمل وروح التحرير. إذا لم نقدم عدن نموذجا في المناطق المحررة، إذا لم نقدم مشروع الشرعية باعتباره الأمن والاستقرار، فلا يمكن أن نحلم غدا بتحرير صنعاء. إذا كانت محافظة عدن اليوم تتساوى مع صنعاء ومع مناطق التي
سيطر على الحوثيين في تقارير دولية وفي تقارير الإعلام والصحف المحلية والإقليمية والدولية. إذا أنت ما هو المشروع الذي ستقدمه للناس؟ طيب. هناك أوراق كثيرة في يد الرئيس عبد الرب المطراني، عليه أن يضغط بها ويستطيع، ولديه إرادة شعبية. عندما ضغطوا في سقطرى وحركة الجماهير يستطيعون اليوم حتى أن يخرجوا وراء الجماهير أن يوقف هذا الدبيب. لا بد من تفريغ مجلس الأمنية، لا بد من عدم الاستقرار. طيب أعود للعميد عبد القوي باعش، في ظل الوضع الحالي والإمكانيات الحالية ربما للحكومة الشرعية ومن خلالها المؤسسة الأمنية الموجودة في العاصمة المؤقتة عدن، ربما لا يوجد أمل قريب بضبط الحالة الأمنية على الأقل الآن، هل غرفة العمليات المشتركة والخطوات التي يتم العمل من خلالها وفق الإمكانيات المتوفرة، هل هي قادرة على إطلاع الرأي العام مثلا على نتائج تحقيقات في الحوادث السابقة ربما، أم يعني لا تملك شيء من المعلومة وزارة الداخلية الآن وهي ليست المتحكمة بالقرار الأمني داخل عدن في ظل عدم التنسيق والفوضى الحاصلة ربما والتضارب في ما بين الأجهزة الأمنية والاختصاصات داخل العاصمة المؤقتة؟ أخي العزيز، أولا لازم نسمي الأمور بتسمياتها بشكل إيجابي صحيح. إذا كنا نريد الرأي العام أن يفهم يعني يفهم ما يدور يعني في البلد دون ما نكون يعني نتحوذ الى جهه معينه او 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 او, أو ننتقد من جهه معينه او نعادي جهه معينه بحد عينها. المشكله يا اخي العزيز، وزاره الداخليه والسلطه ليست عاجزه عن يعني اداره المناطق المحرره. هناك خلل من البدايه كان موجود موجود في اطار يعني منظومه التحالف بشكل عام مع الشرعيه. هي جزء من التحالف اساسا، وهي جزء مهم يعني من التحالف. هذا جانب. الجانب الاخر، هناك خلل موجود داخل المنظومه الشرعيه نفسها بالنسبه للقوى اللي قلت لك هي في اطار الشرعيه. في اطار الشرعيه هي لا تشتغل بكل جهد وبكل يعني عزيمه مثل ما يذكر الاخ عبد الرغيب، يعني في سبيل مساعده فخامه الاخ الرئيس ومساعدة كل الخيرين وكل الوطنيين الشرفاء في الوطن، يعني لا 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 للخروج وأدارة المناطق المحررة بشكل إيجابي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هناك التزامات يعني على الأشقة في التحالف تجاه المناطق المحررة، منها حتى الأعمار ومنها تقديم يعني بعض يعني بعض الخدمات يعني في هذه المناطق، بسبب ما هو موجود من هذا الانفلات وهذا الانقسامات وهذا التشكيلات التي صنعت اساسا يعني بطريقه ممنهجه بطريقه منظمه، هي من ادت الى ارباك المشهد هذا وتقييد ما يعني التزم به الاخرين. وبالتالي نحن الان في صدد اعاده هذا الامور الى نصابها. اقول هذا بطريقه واضحه، نعيد الامور الى صوابها الحقيقي على الأخوة في التحالف القيام بالتزاماتهم تجاه ما التزموا به لنا، ونحن في المقابل علينا يعني الوفاء بما يعني التزمنا به تجاه يعني ترتيب الأمور وتوحيد الأجهزة واستعادة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في كل المناطق المحررة، حتى تستطيع هذه المناطق المحررة أن تتعافى وأن يعود لها الخدمات والأعمار وينعم المواطن ويأمن على 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 حياته وعلى ممتلكاته. أشكرك جزيلا العميد عبد القوي باعش مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية. أعود للأستاذ عبد الرقيب الهدياني. إذن كما أن هناك خلل كما أشار العميد من قبل التحالف والعلاقة ما بين التحالف والشرعية، أيضا أشار إلى أن هناك خلل وحالة خذلان للشرعية من بعض الأطراف اليمنية في التقصير وعدم التعاون مع الشرعية ودعم الرئيس هادي، كيف تنظر لهذا الطرح؟ أقول للأسف صحيح هناك خذلان وهناك عمل مضاد للحكومة الشرعية لوزارة الداخلية من قبل أطراف إقليمية وأدوات لها موجودة على الأرض، وهناك ما يشبه تبييض الجرائم وتبييض الخلل الذي تقوم به هذه الاطراف لا يستطيعون مواجهتها. وكما هو تصريح وبعض تلميحات الاخ عبد القوي داعش،
يتحدث محدثه عن أزرع أمنية وعسكرية هي خارج المنظومة الشرعية وتعبث في البلد وتصرح علنا وجهارا نهارا بعداء هذه الحكومة الشرعية، ثم يعود يتحدث عن أدوات عن مكونات داخل الحكومة الشرعية، وهذا هروب من مواجهة الواقع. هو اليوم أشكرت وزارة الداخلية اليوم أنها نحت منحا يعني تصالحي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تريد أن تتهمها، لا تريد أن تواجهها، بينما الحجر التي لا يمكن حجبها على الناس أن هذه الأزرع هي تبع الإمارات، وأن من يمنع توحيد الأجهزة الأمنية هي الإمارات، وأن من يصعد الجرائد الجمهورية. طيب وماذا عن الأطراف والنخب السياسية المحسوبة على الشرعية التي قلت أنه يلمح ويشير إليها العميد عبد القوي باعش، هل يتم تبرئتها أم؟ أستاذ عبد الرقيب. نعم بكل تأكيد، هو رمي الكرة إلى ملعب أطراف داخل الشرعية من الموالين للحكومة الشرعية، هذا هروب من الواقع. هناك أطراف إقليمية لديها أوراق على الأرض تعبث، وهناك تحاضر وتباطؤ إن أحسن الظن من قبل المسؤولين في الحكومة الشرعية. هناك حسابات خاطئة، ولكن نخشى أن تكون هذه الحسابات بعد فوات الأوان، بعد خراب مالطا، عدد اليوم يعني تتعرض تذبح من الوريد إلى الوريد. العمليات العبث على مدار الساعة تحول اليوم على جريمة مروعة يقودها مدير أمن لحج باقتحام مخيم للنازحين من أبناء تهامة، إصابات وترويع ونهب، هذا هو مسؤول في وزارة الداخلية. وبالتالي يتحدث داعش عن أطراف داخل الحكومة الشرعية كأنه يلمح إلى بعض الأطراف وبعض الأحزاب وبعض المكونات، بالتالي هذا الخطاب غير صحيح. نحن اليوم لدينا متهمين في حوادث القتل وجرائم الاغتيالات التي شهدتها عدن، وسلموا لإدارة أمن عدن، ومنها سلم إلى قيادة التحالف في دولة الإمارات العربية المتحدة. حتى اليوم غابوا عن المشهد، هجموا، لم يتم تقديمهم إلى القضاء. قتلة الشهيد جعفر، قتلة عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن العدني شيخ الفيوش، أين هؤلاء القتلة؟ لماذا لم يقدموا إلى القضاء حتى نعرف الخيوط وبقايا وامتدادات الجريمة؟ هناك عمل واضح تخريبي ضد الحكومة الشرعية، وللأسف عبد القوي باعش يعني يتجنب الإشارة إلى العابثين ويبحث عن أطراف لا حول لهم ولا قوة. يعني لا أدري، هذا خطاب ربما تحكمه الدبلوماسية، ولكن لا وطبيعة منصبه ربما الرسمي. أشكرك أستاذ عبد الرقيب الهدياني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عدن، وأيضا الشكر موصول للعميد عبد القوي باعش مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد. في أمان الله.